خويا كنت قاعد في واحد الرقيب، واجا عندي واحد الاستاذ ديالي في الرياضه قديم، كنت نتريني ندير معاه الجيتو ايام الثمانينات، وكنت ديك الساعه هذا شامبيون دي ماروك 87 85 86، ودازو لقاني قال لي غبرت يا صاحبي شحال هادي كذا وداك الشيء. قلت انا راه كبرت شويه وعيت على هاد الشيء تجينا دابا ندير لا مارش ولا شي. قال لي انا هذا الشيء انا شفتو قال لك كبرتي يا سو الله تجي. قال لي والله تجي دير معنا شي بركه. قلت له واخا. مشيت معنا جيت مع الخمسه خدنا داك الشيء خفيف، لبسنا الناس ديال الكيمونو وداك الشيء تحرك زعما بحال زعما الناس بغا يصغار وبغا يزيان وبغا يصغار وبغا ما عرفتش كاع اش الانسان تيقول باقي بغا. لا جاب بديت انا وياك دار وحنا حنا نسخنوا يا القضيه بدات نتفكروا يا من زمان بدات لما كان الطونس غادي يجيو الدراري صحابنا القدام هذوك ما عبسوش الرياضه انا حاسبها انا عبسها هادي بدات تندخل معاهم تاف 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 ولاد فكرت داكشي ويجي تلاقيت انا واحد تاف تاف تيحطو تيحني داكشي مزيان ويجي واحد لاخر واحد الحاج صاحبي قبضتو هكا وداك الشيء بديت انا وياه قال لي دخل دخل وانا ندخل فيه فاش دخلت فيه خفاف هو خفاف داك الجهد باش دخلت فيه ولينا بجوج تسمع هي باش تحت طحنا بجوج على الرجيله تفدعت الشوفيه وركبه اقول لهم انا عملت راه جبت ما كاين دابا راه حيدنا الكوز وقع الكوز قول لهم راه كان جوج الكوز نحيد واحد القواعد بدا باش 10 ايام ولا 15 غادي نحيدوا الاخر ان شاء الله ولكن الا كان شي تمثيليه راه نديرها بها الكوز ماشي مشكل ايوا الجمهور تحيه خاصه للجمهور ديالنا والجمهور ديال الجزائر 24 وتحيه لجميع القراء ديال الصحافه وتحيه خاصه للصحفيين المغاربه وكذلك الفنانه وسنه سعيده واش مبروكين ورمضان مبارك باش نخلعهم يعرفوا راسهم قريب رمضان رمضان مبارك اخويا.